بالتمرات وقطرات من ماء يرطب بها كبدة. ومن أخلاقهم كانت قوة البدن وعظمة النفس وقوة الروح، اجتمعت فيهم القوتان في الإسلام فصنعوا العجائب. ومن ضمن ذلك أيضا العفو عند المقدرة وحماية الجار، ولا يجهزون على الجرحى، ويرون حقوق الجيرة والنساء والحفاظ على العرض، كما قال شاعرهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيدا ضخما في نفوس العرب، فجاء الإسلام فنماها وقواها ووجهها وجهة الخير والحق، فانطلقوا من الصحاري ففتحوا البلاد وملؤوها إيمانا وعدلا وفضائل وخيرا، بعد أن طفحت شرا ورذائل وجورا وكفرا. فمجتمعاتهم أفضل المجتمعات، ولهذا اقتير منها الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتيرت له مجتمعا وبيئة. هذه البيئة البكرة السليمة الفطرة وصاحبة حرية الضمير وسمو الروح. فلأجل هذا اختار الله عز وجل هؤلاء الناس لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا قادة الدنيا وفاتحيها. وسنواصل الحديث في بقية الحديث في دراسة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في موعد آخر. إلى ذلك اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس لا نسلم ما بس